مساء الخير مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامجكم أمرك يهمنا. مساء الخير عليكم جميعا، وطبعا احنا عارفين انتوا قد ايه بتعانوا، وعشان كده برنامج أمرك يهمنا النهاردة هنتكلم على الوضع الأمني والوضع الوقائي اللي حاصل في مصر، وايه الأدوار اللي احنا بنقوم بيها، والفرق بيننا وبين البلاد بره. يعني احنا عندنا حاجات، يعني الحمد لله البلد الوحيدة اللي فيها حظر بشرطة بس من غير جيش. مدى الوعي اللي احنا، يعني احنا النهارده قصتنا كلها ان احنا في معركه وعي. هنتكلم فيها عن دور مؤسسات الدوله ودور المواطن اللي بيتلقى المعلومات، هنقول من خلال الشبكه العنكبوتيه اللي هي الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ان هي وصلت لاقصى اماكن واستفدنا منها ازاي، واتكلمنا قبل كده برضو في الحلقه السابقه ان ازاي وصلت الناس في اقصى حته ممكن توصل لها عبر التواصل الاجتماعي. فده حاجه جميله ان احنا ممكن نستفيد منها من الانترنت، ان احنا نبقى في عندنا الوعي ده وان احنا نلتزم بالارشادات الوقائيه. ومع ذلك برضو الدوله حطت تشريعات صارمه في الموضوع ده، ان اللي يعدي الساعه 7 ميعاد الحظر بيدفع 4000 جنيه غرامه، وفي اللي بيروج اي اشاعات بتخص موضوع الكورونا كاذبه او ملهاش اساس من الصحه بيعاقب بالسجن سنتين وغرامه 100000 جنيه. فيا جماعه يعني عايزين نحذر جدا واحنا بنتكلم في الموضوع ده. الموضوع ده بقى يعني شوف ربنا سبحان الله خلى العالم كله يعني مرعوب من حاجه، يعني حاجه واحده قعدت الناس كلها في بيوتها، جند صغير عند ربنا قعد الناس كلها في بيوتهم وخايفين وبمسكات وكحول. فيعني يا جماعه احنا الحمد لله البلد الوحيده، تمام، اللي وزير طيرانها ساق طياره بنفسه وراح عشان يجيب الناس. النهارده باعتين طيارات عشان خاطر نجيب العالقين في اوروبا المصريين من هناك. عندنا وزيره الصحه اللي في انجازات ان شاء الله هيتم الاعلان عنها، انا واثق مليار في الميه مش مليون في الميه ان هيتم الاعلان عنها قريبا، ان شاء الله زي ما وعدنا فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد الدنيا وهنفضل قد الدنيا، وان شاء الله مصر الفتره اللي جايه هي اللي هتقود العالم وهي اللي فعلا هتثبت للعالم كله ان هي تقدر تعمل ايه، والعلماء بتاعه هيقدروا يعملوا ايه، وان شاء الله ده اللي احنا متوقعينه من مصر ومن القياده الحكيمه. ومعانا ضيفنا الاستاذ محمود كمال الصحفي والاديب المعروف. كنت عايز ارحب بيك وعايز اتكلم معاك بصفتك ان انت راجل مواطن، وانا بتابع صفحتك وبشوف اخبارك. ايه رايك في الوضع الوقائي اللي بيحصل الان في مصر؟ خلينا في البدايه ارحب بحضرتك والساده المشاهدين ونقول لهم تفائلوا تفاؤلوا، لان احنا عندنا دوله هنبتديها بازمه تغيير المناخ. رئيس عبد الفتاح السيسي في بيان ازمه تغيير المناخ كان في نقطه ما حدش وقف عندها، هو شكر الاجهزه الامنيه. شكر الاجهزه الامنيه لان احنا بنتعرض لنوع من انواع الحروب اسمها حرب تغيير المناخ او الحرب البيولوجيه. حرب تغيير المناخ اللي خلت الدوله تقدر تتنبأ بان في سيول وفي امطار اول مره بنشهدها. انت عايز تكلمني عن الازمات اللي احنا اول مره نمر بيها، ودي جديده علينا، هنبين للناس على العالم كلها مش علينا بس، تمام. فازاي الدوله، متخيل حضرتك لو الدوله لم تتنبأ بازمه تغيير المناخ ولم يتم قطع الكهرباء او المياه، شوف الاضرار كانت هتبقى ازاي، كانت هتبقى طبعا مضاعفه. عشان كده ووضحنا للمواطنين سبب قطع المياه وقطع الكهرباء، ان استيعاب الصرف الصحي للمياه المستهلكه للناس مش هتكفي ان هي تسرب للناس وللمياه الامطار الغزيره اللي موجوده في الشوارع، فكان لازم نقفل المياه شويه وبنحدد المواعيد والناس بتبقى عارفه عشان تعمل حسابها طبعا. والكلام ده كان بحذر جدا. الرئيس السيسي هنا لما شكر الاجهزه الامنيه، لان الاجهزه الامنيه رفضت مخطط تغيير المناخ، علشان خاطر كده قدرنا نتنبأ بالازمه. لازم المواطنين يعرفهم ان اداره الازمه هي بتتفاوت نسب النجاح، لكن نسبة النجاح لما تتعدى 80 85% وتقدر تسيطر وتخرج بأقل الخسائر، ده اسمه نجاح بامتياز، نجاح إدارة الأزمة. ندخل على موضوع أزمة كورونا. طيب، لأول مرة على مستوى العالم يا سيادة المستشار نلاقي إن الدول العالم متجمعة على قلب رجل واحد عشان تواجه فيروس صغير جدا. أنت متخيل إن العالم كله لو جينا حد عند ربنا جند صغير لو حابين الناس يعني وترجع لربنا. طبعا ضرب فساده في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، تمام، فربنا عايزين نرجع. فتخيل إن العالم كله بيتجمع حوالين أزمة مواجهة فيروس كورونا. طب تعالوا نشوف الدولة هنا عملت إيه. نبتدي باخر قرار خده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده لما زود 75% من بدل الاطباء. دي انا مبسوط جدا من الموضوع، تمام. طبعا ليه بقى؟ احنا يعني حتى احنا الشعب المصري كمان في الازمات قلنا الجيش الابيض ان كان عندنا قوات مسلحه نمبر 1، هم دلوقتي الاطباء نمبر 1. يعني خلينا نكون متفقين، نقدر نقول بقى عليه بقى احنا بقى عندنا جيش تاني. أيوة. في مقدمه الصفوف
ان كان القوات المسلحه هي ايدن تبني وايدن تحمل السلاح. وهنا استاذ احمد اسمح لي اقول لكم، انتوا عارفين يعني ايه بنتعرض لحرب، معركه بقاء او وجود او عدم وجود. عندك مشكله في الميه، قوى الشر اللي الرئيس الفتاح السيسي اتكلم عنها من وقت لاخر بتحاول تستثمر. طب معلش هاخدك في حته مهمه قوي وعجبتني قوي وعايز اقول لك نجاح القيادات السياسيه في الدوله، يعني انا بجد انبهرت لما دعوا ان هم ينزلوا يعملوا مظاهرات الاخوان والكلام ده والفشل الذريع اللي هو حصل لهم. انا هكمل لك بقى، ممكن اكمل لك انا هنا بقى. خلينا هنوضح للمشاهدين ازاي احنا دوله عظيمه. انت متخيل ازمه تغيير مناخ، حرب بيولوجيه، حرب مياه، حرب ارهابيه على الحدود، بتحاول انت تستقر في ليبيا، بتطور الجيوش، فانت محاصر في ظل ده كله. انت بتبني، بتعمل بنيه تحتيه، بتعمل طرق، بتعمل مشروعات، بتعمل انجازات، تمام؟ فانت متخيل دور القياده السياسيه ودور الدوله ومؤسسات الدوله. يا جماعه رئيس عبد الفتاح السيسي نفسه قال لك ايه؟ عندنا غلطات، عندنا اخطاء، وبدون اعترافنا بالغلطات والاخطاء مش هنقدر نكمل. نرجع تاني للخطوه الاخيره اللي خدها الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هي زياده بدل الاطباء 75%. هنا الطبيب بيفكرني بالجندي اللي على الحدود، الجندي اللي بيأمنني في اي وقت هو مشروع شهيد، وطبعا ربنا يحفظهم كلهم. نفس القصه الدكتور في اي وقت برضه مشروع شهيد، لانه هو مش ضامن هل العدوى هتتنقل له وهيموت ولا لا. فهنا عشان الناس تعرف، فهنا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الانسان اللي قال لنا بنهتم ببناء الانسان. احنا خلصنا معركه الحجر ودخلنا في بناء الانسان، وكان هنا مبادره المليون صحه. والنهارده الرئيس السيسي شعر بالجيش الثاني اللي احنا قلنا عليه اللي هو الجيش الابيض اللي هو الدكاتره، 75% زادت البدل ومكافئات استثنائيه لبعض الاطباء في مستشفيات الصدر والحجر ومختلف التخصصات. فهنا الرئيس نفسه شعر بالجندي الاول في الازمه اللي هو الطبيب. انت عرفت ان وزاره الصحه فتحت الابواب للحاصلين على المؤهلات العليا ان هم يقدموا فيها وتطوعوا كمان، وتطوعوا على فكره. هنا بقى لو ترجع ايام زمان، ايام الحرب وايام الاحتلال الانجليزي، هو ده نفس والله القصة. نفس القصه بالظبط، نفس الاجواء الوطنيه، الاجواء اللي بتخلي المواطن الشعب المصري العظيم يتغير. لا في نقطه ثانيه كمان بقى، انا كمان حبيت ايه، في بني سويف وفي دمياط في مختلف المحافظات الناس نزلت تدي لبعض مواد غذائيه، يعني نفس النظام بتاع نفس القصه. لما بيحصل حتى في دكاتره بيفتحوا باب التطوع، نفس عمل الصحه التطوع، الكلام ده جديد. والمواطنين كمان، انت شايف رئيس عبد الفتاح السيسي طول الوقت بيراهن على المواطن وبيراهن على الانسان. المواطن يعني بدا يساعد اخوه المواطن، اللي ما عندوش بيدي للي عنده، واللي ما عندوش قادر على التعقيم بينزل يعقم هنا. انا شايف بجد، بقول لك رب ضارات نافعه، هو ده المثل. ازاي احنا شعب عظيم قدرنا نتوحد، مش الشعب بس، ده العالم اغلبه قدر يتوحد حوالين ازمه حاجه اسمها فيروس كورونا. تعالى بقى نشوف كمان وزيره التضامن الاجتماعي. الصين لما عملت الحظر هناك وعملت الكردون حوالين مدينه كامله، تمام، ما كانش فيه في السوبر ماركت على الرفوف صنف واحد من المواد الغذائيه. الرئيس عبد الفتاح السيسي طمنا ما تخافوش، والمواد الغذائيه متوفره والوضع الاقتصادي مطمئن، وان شاء الله هنعدي الازمه على خير. فيعني ده بيبين مدى قوه الدوله المصريه في نقطه ثانيه كمان، مواجهه اي ازمه ممكن نقابلها الحمد لله. في نقطه ثانيه كمان الرئيس السيسي قال لهم ايه؟ قال لهم وجه بيه القصه، مش 100 مليار بس، اي حاجه تهون في سبيل مصلحه المواطن، حياته وامن واستقرار المواطن امن قومي، لان هنا بناء الانسان. قال لهم حتى مش قصه حتى بيقول ايه في قراره، بيقول اي قرارات تتاخد لازم ما تتعارضش مع حياه المواطن المصري. حياه المواطن، المواطن هو اولى على راس اهتمامات الدوله اللي هي بناء الانسان. حتى في الوضع اللي احنا فيه ده، الصحه، الوضع الصحي اهم حاجه بقت عند الرئيس دلوقتي وعند اجهزه الدوله، لا صحه المواطن. طب ما هو ده يعني احنا الحمد لله اقل عدد ممكن نحصله بين الدول اللي حوالينا. طب عايزين نتكلم، حتى لو اتكلمنا انا عايز محمود عن الدول الاخرى، مش هنحدد عشان ما حدش يزعل مننا، معاملتهم مع رعاياها في دول تانية ومصر مع رعاياها في دول تانية. اولا احنا بدانا في بدايه الازمه خالص، بدانا جبنا الناس من الصين. لا في نقطه تانية بقى هنا عظيمه جدا، انت متخيل، وهنا بشكر وزيره الصحه، انا هاجمتها كتير، بعترف ان انا هاجمتها كتير، لكن في دي لازم اشيد بيها بجد. سافرت للصين وسافرت بمستلزمات طبيه، مواد طبيه، وكنا الدوله الاولى وما خافتش، وهنا هي جندي من جنود القتال ولازم تتكرم ان شاء الله بعد نهايه الازمه، هي وكل الدكاتره والاطباء. وبقول للناس من هنا لازم تعترفوا ان احنا عندنا جيش تاني، الحمد لله عندنا الجيش الاول الجيش المصري والجيش التاني الاطباء. لما سافرت للصين ومهبهاش الفيروس ورحنا ودينا مستلزمات ودينا بعض الحاجات، السادات يا باشا كنست فيها على طول، يا باشا يعني زي ما نقول، هي بتمثل السادات دلوقتي، زي ما رئيس السيسي شال كفنه على ايديه 30/6، هي شالت برضه كفنه على ايديها عشان تروح الصين.
فرجعنا الناس المصريين من مدينه يوهان، وكمان دلوقتي هنجيب الناس من دول الخليج ومن دول الخارج، وفي توجيهات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومش بس كده كمان، واللي بيجي بيتعمل له انت حجر صحي. انت متخيل السيسي قال لهم ايه؟ ما تخافوش ما تخافوش على قصه الفلوس. متخيل كمان الخمس علاوات ان شاء الله، بقى ببشر الناس، خمس علاوات في يوليو المقبل. وزيره التضامن الاجتماعي استاذ نيفين قباج اعلنوا النهارده في الوزاره 500 جنيه لكل مواطن، خمس علاوات في يوليو المقبل، و14% معاشات اول يوليو، 10 مليون مواطن هيستفيدوا من المعاشات. انت متخيل انت بتعمل ايه؟ حرب وجود، معركه بقاء وجود او عدم وجود، بتزود معاشات، بتزود علاوات، بتقول للناس اقعدوا في بيتكم، وحتى في ارقام كمان استغاثه اللي ما عندوش مواد غذائيه. نتكلم بقى على اليد الخفيه الايد الخفيه بقى. احنا سيبنا حته لا تاثير الاخوان قوي، حته الاخوان بقى بتستغل اي حاجه ازاي وتحاول تسخرها للطريق. بمناسبه حته الاخوان عايز ابشرهم، يعني عايز اقول لك ان في ازمه حاده، بشرهم قوي، ازمه حاده في تمويل الاخوان نتيجه خلاص فشلهم. فضحوا. فشلهم. لا فشلوا عمليه الفشل خلت ان التمويل القطري او التمويل التركي قال. مش بس كده كمان، بقول لاردوغان طبعا انا ما بحبش اشمت في حد، لازم افرق ما بين الشعب التركي وافرق ما بين اردوغان كشخصيه ارهابيه. اردوغان الناس اللي عماله تتكلم عن حقوق الانسان، طب فين حقوق الانسان لاردوغان؟ عايز اقول لك سايب جيشه يموت. النهارده في خلافات الجيش كله بقى، في فيروس دلوقتي، في فيروس كورونا انتشر، الشرطه هناك عندها نفس القصه، قفل برضو اسطنبول كلها. مش بس كده، ده بيعمل كمان ميليشيات موازيه، وعايز زي قصه النهارده امريكا عدم كل مؤسسات الدوله. امريكا قفلت نيويورك لوحدها دوله، يعني احنا شايفين في ايه؟ انما احنا عندك في مصر، انت متخيل حضرتك ان كام حاله، يعني نقدر نقول 75% حالات استشفاء من لا الحالة. انا عايز والله انا عايز احكي موقف كده بسيط، يعني انا هستاذن صاحب الموقف ان انا احكيه. يعني بيقول لي هو راجع من شغله، تمام، فالكمين وقفه، كان بدايه الحظر، كانت حوالي الساعه 7:10، رايح فين؟ قال له انا لسه راجع من الشغل، شغال ايه؟ قال له كذا، طيب ماشي بطاقتك، طيب خش اشتري ازازه كحول وماسك وجوانتي وتعالى لي اطلع عشان امشيك، لو ما جبتش دول مش همشيك. يعني تخيل حضرتك، يعني انا عايز اكلم الناس، تخيل وعي المواطن ان هو بقى التعامل مع الشرطه، والشرطه بتتعامل مع المواطن ازاي؟ ان هي خايفه على صحته، طب ما يعني معلش ما هي مالها؟ ما ياخد يجيب ماسك ولا يتعدي ولا لا. احنا فعلا الدوله بقت حريصه كلها بكل اجهزتها على صحه المواطن، وبقينا بنخاف على بعض وبقينا مهتمين جدا. حتى تلقائي دلوقتي ما حدش مننا بقى بيسلم بالايد ولا بيبوس ولا الكلام ده من غير ما نقول لبعض، خلاص في وعي الحمد لله، ان في مرحله الوعي اللي يعني اللي انا حاسسها في الشعب دي بقت جميله قوي. فانا عايزك تكلمهم برضه استاذ محمود برضه على دور الخلايا النايمه. الخلايا النايمه، خلينا نكون للاسف برضه في ناس يا استاذ احمد استغلت الازمه برضو، يعني خبوا كمامات وخبوا ادويه ورفعوا اسعار، يعني دول القله القليله اللي دول بجد ان انا بطالب بالتشديد اكثر العقوبه عليهم. عايزين بقى نقول للناس ايه؟ جيشنا كمان، نوضح دور الجيش. الناس فاهمه ان ساعات الحظر دي ما بتمش، لا بتم استغلالها في تعقيم وتطهير طبعا المناطق والقرى والنجوع. انت عارف الجيش ان الدوله بينزل. بتقوم بده فعلا؟ طبعا الجيش بينزل، ما الساعات دي، ما هو الساعات دي الجيش بينزل يستغل ساعات اللي مش موجود فيها المواطنين في الشوارع وبيعملوا ده، تمام؟ خلينا اثناء الحظر بينزلوا يعملوا ده، طبعا بينزلوا عمليات التعقيم والجيش، تمام؟ فاذا انت النهارده عندك الجيش الاول شغال في قلب ميدان المعركه، والجيش الثاني برضه شغال في قلب المعركه مع المواطنين. كمان عايزين نقول نقطه مهمه جدا، النهارده انت بتسقط القروض، عارف يعني ايه بتسقط القروض مؤقتا حتى لمده 6 شهور، سواء مزارعين سواء هيئات او مؤسسات او افراد. يعني عايزين نقدر نقول ان الدوله والقياده السياسيه بتدير الازمه بامتياز، سواء من خلال الرئيس السيسي طيب او من خلال الجيش المصري. استاذنك بس معانا مداخله اللواء صلاح الدين التهامي، المدعي العام للعسكري الاسبق والخبير الاستراتيجي. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ معالي الجنرال الجميل، ما انا سياده اللواء زي ما عليك، كل عام وحضرتك طيب. الحمد لله، ازيك يا استاذ محمود؟ دايما منورين كده الشبكه. الله يخليك يا سياده اللواء. كنا عايزين ناخد راي معاليك في الاجراءات اللي خدتها الحكومه المصريه لمواجهه انتشار فيروس كورونا. والله يعني سيمفونية رائعة تعزفها جميع أجهزة الدولة بالكامل، من أول الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزارة، كل هيئات البلد قايمة بدورها 10 على 10، ومش هجامل حد ولا هنافق حد. تمام. كل القاسي والداني بس نوجه الشكر، يعني مش بس نوجه الشكر. الشكر لكل الناس اللي ساهمت، حتى المواطن الغلبان البسيط اللي قلنا له اعمل الاجراءات الاحترازيه 1 2 3، الشرطه والاطباء والناس اللي بتعقم الجيش اللي بيعقم حضرتك. عندنا في القوات المسلحه سلاح حرب كيماويه
عمل جهد رائع في كل الاجهزه الاستراتيجيه والامنيه والاجهزه الحساسه في البلد. مثلا النهارده او امبارح كان في الكنيسه وكان في المشيخه. حاليا دلوقتي الاجراءات ايه راي حضرتك فيها؟ لا، اجراءات 10 على 10 ممتازه. وخلي بال حضرتك برضو مش هذيع سرا ان كل هذه الازمات موجوده في القوات المسلحه ومعموله خطط مسبقه، وكل الاجراءات اللي بتحصل حضرتك دي مش وليده لحظه. القوات المسلحه وفعلا ده اللي اكتشفناه فعلا من الازمه اللي لسه كنا لسه معديين منها الحمد لله، بتاعت السيول وتغيير المناخ الجديد علينا ده اللي اول مره اتعرض له، وهو فيروس كورونا. فعلا وفي اصلا يا سياده اللي هو في وحده اداره ازمات سواء في الشؤون المعنويه او في الرئاسه، فوحده اداره الازمات زي ما حضرتك قلت بيتم رصد طبعا ووضع سيناريوهات مختلفه. ورئيس عبد الفتاح السيسي سياده اللي هو سيادتك ثواني شكر الاجهزه الامنيه في قصه التغيرات المناخيه واكد عليها ايضا في اليومين دولت علشان برضو التنبؤ بالازمات وازاي نقدر ندير الازمه ونتصدى للازمه. طبعا طبعا، هي في خطه موجوده في القوات المسلحه لاداره الازمات والكوارث الطبيعيه والصناعيه والسيول والزلازل والحرائق، كل دي موجوده في القوات المسلحه والحلول موجوده وفي كل المحافظات موجوده، والمدعي الحكام العسكريين او المستشارين العسكريين في كل محافظه عندهم خطط ازاي ان هو يقاوم الاجراءات اللي هي قبل كده اللي حصلت في السيول والكوارث ديت. انا بتكلم على الفيروس كورونا، ومصر كل الاجهزه العالميه الطبيه بتشيد بالاجراءات الطبيه والاحترازيه اللي اخذتها مصر. مش هنقول برضه عشان الناس ما تفهمش خطا، لا فعلا الشعب المصري كان واعي الفتره الاخيره. في قله صغيره زي الاخوان عملوا كده في 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 اسكندريه او في الهرم او عندنا في شبرا هنا شويه حاجات برضه، عشان دي حرب زي ما انت بتقول الجيل الخامس، ان هو عايز يعمل اكبر مخالطه للناس في الشعب عشان ينقل. وكان بيتقال الكلام ده في الاذاعات المسمومه، ان الناس اللي هم ان شاء الله ربنا مش هيسيبهم القنوات الوعي يا فندم اللي لازم يبقى عند الشعب والاحساس بالمسؤوليه. بالمناسبه دي يا فندم انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان في اشتباه لمعظم المذيعين هناك في تركيا، يعني اللهم لا شماته، لكن طالما بيشمتوا في الدوله وبيشمتوا في الجيش وغرضهم هدم الدوله وهدم المواطنين والدوله باكملها، نقدر نقول لهم مبروك يعني ان هم اصابتهم علشان خاطر زي ما بقول بالبلدي يعني من عارف انت عارف يعني. احنا طبعا انا عايز اشكر المعالي الوزير اسامه بيهيكل عن الاجراءات الوقائيه اللي عملها في مدينه الانتاج الاعلامي، والمؤتمر كمان اللي بيعمله مع وزير الصحه، عقم المدينه كلها تعقيم كامل، وكل الستاف اللي موجود في المدينه كلهم صرف لهم جوانتيات وماسكات. والمؤتمرات اليوميه اللي بيعملها مع معالي وزيرة الصحه عشان يبقى في مكاشفه للشعب والراي العام بالظبط، عشان كل حاجه تتكشف يبقى قدام الشعب على الطبيعه. معالي وزير الدوله الاعلام لازم يشكر كده. احنا قلنا لازم يبقى في وزير للاعلام المصري اللي هو وطني وليس قنوات ماجوره بتتباع بشويه دولارات او ريالات. انا مبسوط جدا، وقلت من ضمن القرارات الحاسمه اللي اتخذت فعلا والله يا فندم الراجل الصحيح في المكان الصحيح، يعني الراجل المناسب في المكان المناسب، الراجل زي ما الاثنين صح. ما سابش وزيره الصحه في كل مؤتمراتها على اساس ان هو دوت القناه الشرعيه لمصر، لا ماجور ولا مزوق من حد ولا بيقول كلام. حتى الراجل بتاع منظمه الصحه العالميه بيقول بكل شفافيه وحياديه ان الاجراءات المصريه اجراءات 10 على 10 وكانت كلها اجراءات استباقيه. عشان كده الحمد لله والشكر لله لغايه النهارده الوفيات 40، في دول بنتكلم بال 10,000 وال 15,000 ربنا يحفظهم. يا فندم ده في ناس بتبقى ال 1000 حاله في اليوم يا فندم، يعني بدون ذكر دول 1000 حاله وال 500 و 600 حاله يوميا. فده ايوه، ايطاليا واسبانيا وانجلترا، انا عارف دول اوروبا كلها انهارت. ارقام تخوف يا معالي الجنرال، ارقام تخوف بجد. احنا مفاجاه بالنسبه لنا كان الجيش اللي لابس ابيض او البط الابيض، وده مش جديد على الشعب المصري في اي مكان، بيسد كله بيسد. يعني النهارده من 3 4 ايام كان في عمليه خفيفه موجوده في العريش، والحمد لله تصدوا ليها وقوات الجويه طلعت وصفت من عندهم 16. فانا بقول ان مصر بتحارب في كل الاتجاهات، والحمد لله ناجحه في كل الاتجاهات، والحمد لله والشكر لله ان في قياده سياسيه. طيب انا معلش هسكل على معاليك بسؤال تاني. اتفضل. هل حضرتك شايف ان الاجراءات الوقائيه اللي الحكومه عاملاها كافيه، ولا حضرتك بتنصح ان في نزود في اجراءات وقائيه اكتر نقدر نزودها؟ والله حضرتك السؤال ده الناس كلها بتقوله، لكن انا بقول لحضرتك ان الموضوع عشان مدروس. في اجراءات مرفوعه زي الف وب وج ودال، الف امتى اروح، ب امتى اروح، ج، لان برضو انت النهارده بتدير دوله فيها 100 مليون. انت النهارده معلش مش قطر ولا دول الصغيره اللي كلها ما تجيش على بعضيها، نص مصر او زي حي شبرا او حي في مصر. النهارده ما اقدرش ادي قرار حظر كامل ل 100 مليون واحد. احنا في عندنا حاجات لازم تشتغل، في عندنا اماكن استراتيجيه لازم تشتغل. ما ينفعش ان انا اعمل حظر تجوال رئيسي لكن الدول اللي فيها لا مؤاخذه مليون او 2 مليون او اصلا هم ما بيشتغلوش ما تفرقش معاهم، لكن الشعب المصري في على الاقل اماكن استراتيجيه حيويه ما ينفعش تقف. لكن احنا اجراءاتنا طبقا للحاله اللي موجودين فيها. النهارده احنا بنقول الحالات 400 او 500 او 600 ما فيش مشكله، لكن الحمد لله وانا بطمن الشعب المصري ما فيش حاله كورونا مصريه كلها مخالطين.
وبعيد تاني عشان الناس اللي بتفهم وتوعي الناس، مفيش حاله كورونا في مصر مصريه، كلها مخلطين، ناس جايه من بره، جايه من الصين، واحد اجنبي في الاقصر، واحد اجنبي كان شركه بترول، واحد اجنبي كان في العاصمه الاداريه. لا وحضرتك الاجراءات انت شفت معالي الجنرال الاجراءات الصارمه اللي بتتاخد، يعني فندق في حاله ظهرت بيتقفل الفندق بالكامل، يعني في مفيش هزار، يعني الموضوع فعلا خايفين على صحه المواطن. معالي اللواء في كمان اكثر من 135 حاله تم استشفائها، ومعظم للاسف حالات الوفيات لان عندهم نقص مناعه وامراض مزمنه، فالوضع عندنا الحمد لله احسن بكثير من دول عظمى، مطمئن يعني. ومنظمه الصحه العالميه النهارده كمان قالت، الصحه العالميه قال خبر يعني ان مصر دخلت في مرحله الامان بنسبه كبيره يعني. لا انا عايز اقول لحضرتك الحته بتاعت الرصد، الراجل اللي كان في شركه البترول اللي كانت في مطروح، الراجل بيقول احنا حجزنا 3500 واحد لمده 14 يوم، 3500 واحد في شركه البترول، والحمد لله كلهم ما فيش اي حد طلع ايجابي. نفس القصه بتاعت المركب اللي كانت موجوده في الاقصر، كل الناس اللي فيها جبناهم، وهو دي الخطوات الاستباقيه، او هو ده اللي مصر فعلا واخده خطوات. عشان كده الشعب مش مصدق، الشعب المصري من جواه مش مصدق ان مصر ماشيه او بتدير ازمه بمعنى الكلمه، وكل الاجراءات الاستباقيه هي دي اللي بتقي مصر من اللي احنا بنشوفه في دول العالم الاوروبيه. تمام يا فندم، انا بشكر معاليك جدا وعلى وقتك الثمين ده وعلى المعلومات القيمه اللي استفدنا بيها من سعادتك. وبقول للناس برضه الناس يعني ما تاخدش المعلومات ان خلاص الموضوع او الصحه قالت، لا احنا برضو عايزين نقعد ال 10 ايام دول ان شاء الله، الناس برضو في بيوتها، ما حدش يخرج الا للضروره، وان شاء الله ربنا حامي مصر ان شاء الله. باذن الله يا فندم، باذن الله. متشكرين جدا يا فندم، في حفظ الله يا فندم. ربنا يخليك يا استاذ محمود. اتفضل يا فندم، مع الف سلامه. رجع تاني يا استاذ محمود مع بعض. كنا يعني زي ما قال معالي الجنرال ان الاجراءات اللي موجوده في مصر يعني هو شايف من وجهه نظره ان هي كافيه وجيده جدا، وفي يعني في الف وفي خطه الف وخطه ب وخطه، يعني احنا لسه مجهزين، يعني في لسه في بدائل عندهم مستعدين ليها لو في اي تطور انا عايز اقول لسعادتك النقطه اللي انا كنت بكلم حضرتك فيها. اتفضل. ان احنا توقعنا الازمه، احنا عندنا في اداره ازمه في رئاسه الجمهوريه وفي القوات المسلحه. الإدارة دي بتبقى بصفة شبه يومية عندنا سيناريوهات، سيناريو إيه لو حصل مثلا زادت الحالات مثلا وصلت لكذا، عشان كده إحنا بقول لك مش عايزين ندخل مرحلة الطب الحربي اللي هي تتجاوز 1000 حالة، فعشان كده خير علاج، ناس كتيرة جدا بتتكلم على العلاج، العلاج خليك في بيتك، إلزم بيتك إلا للضرورة القصوى. واحد يقول لي طيب العمال اليومية في أرقام الدولة خصصتها، اللي مش لاقي غذاء أو غير البدل اللي هو ب 500 جنيه وزارة القوى العاملة، غير إن كمان معلش بقى أنا الحتة دي وجعاني، فين دور رجال الاعمال؟ خلينا نكون صراحة، رجال الاعمال للاسف مش قايمين بدورهم تجاه الدوله. يا باشا لازم كله يشارك، كله يشارك. الموضوع مش طب احنا الفلوس في البنك، انا يعني انا اكلمك بامانه، الفلوس في البنك والعربيه موجوده والدنيا موجوده، طب هتعمل ايه بالفلوس؟ تروح بيها فين ولا تعمل بيها ايه؟ يعني البلد اديتك كتير، البلد دلوقتي في ازمه، البلد اديتك كتير، انت فين دورك بقى؟ انا بناشد الرجل الوطني، انا عايز اتكلم معاك بامانه. يعني رجل اعمال يمتلك 100 مليار وكلام و200 مليار، طيب هو لو جاله الفيروس يعني ايه اللي هيحصل؟ بلاش. ما هيموت، هيموت خلاص، انت فاهم؟ لكن لو هو شارك من هنا بقى كافح يعني مع الدوله ويقدم مساعدات، برنامج امرك يهمنا وبنطالب استاذ نجيب سويرس، استاذ يعني كل رجال الاعمال. هو بص احنا بنناشد كل رجال الاعمال بشكل عام ان هم يقفوا وقفه يعني رجل واحد وعلى قلب رجل واحد، ان هم يبقوا مع مصر ونعدي الازمه دي. على فكره في رقم حساب بنك الدوله فتحته، يعني الرئيس اول حاجه فتح 100 مليار. طب يا جماعه طب ما انتوا يعني مش هيحصل حاجه، ما انتوا قاعدين في البيوت، ما حدش ولا عارف يعني يركب طياره ولا عارف يركب عربيه ولا عارف ينزل يخرج ولا يقعد في حتى يعني عشان صح ولا يروح مطعم ياكل، يعني في مصلحته الازمه، في مصلحته ان هو يساعد عشان الازمه تعدي وان مصر تعدي بر الامان. فيا جماعه انا احنا بنناشد انا واستاذ محمود على الهواء طبعا، لازم بنناشد رجال الاعمال فعلا عشان يتبرعوا وتتبرع لصندوق تحيا مصر في الازمه الحرجه اللي احنا بنمر بيها. يا جماعه مصر اديتكم كتير، يا جماعه كسبتوا كتير من البلد، ما تحسبوهاش، كسبتوا كتير من البلد. يعني لو حد مات لا قدر الله هيعمل ايه بالفلوس؟ فيعني ده بلاش حد مات، لو دخلنا مرحله طب الحرب شكرا شكرا، هو بقى مهدد، هو بقى مهدد شخصيا. انت النهارده فين دور رجال الاعمال؟ تمام. عجبتني قوي كمان معالي وزيرة التضامن الاجتماعي اللي قالت ان الجمعيات اللي هيثبت ان لها احتكاك دور سياسي او حد محتك بالسياسه من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ده هيبقى له عقوبات صارمه. فاحنا لازم نقول، نوجه رساله لرجال الاعمال، نوجه رساله للاحزاب، الاحزاب يعني نقدر نقول واحد او اثنين وثلاثه ليه؟ معلش يعني طول الوقت بنخال على الزيت والسكر، لما احتاجنا الزيت والسكر والمواد الغذائيه للاسف ما لقيناهمش. انت متخيل ان احنا في عز الانتخابات شعب او شيوخ او في مصلحه تلاقي الاحزاب بتوزع بكثره؟ يعني بما يرضي الله انا مش شايف غير حزب مستقبل وطن، اراده جيل، دول اللي شغالين. فين بقى بقيه الاحزاب؟
بيت الاحزاب ورق 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 يا باشا يا باشا، ده ما لهمش مقر، ده بقيه الاحزاب فيها احزاب مجرد بلاش مقر اصلا. فين النهارده فين بقى؟ امتى امتم امتى بجد هنشتغل لصالح البلد؟ امتى هنعلي مصلحه البلد والمواطن؟ وبعدين ده مش مرض، ده اسمه الفيروس العين القاتل هيطال الجميع. في نقطه مهمه جدا يا استاذ احمد، انا بطالب يعني في اجراء يا ريت يتاخد، اي مواطن هيبلغ عن حد هنا هو بيفيد الحد ده وبيفيد اسرته قبله، سواء بقى العائدين، سواء العائدين من ايطاليا، العائدين من الدول اللي فيها الفيروس منتشر بكثره، انت شفت حد بلغ عنه، ده انت بتبلغ عنه مش مصلحته ومصلحه اهله. يا جماعه اللي لقى حد من اسرته ولا حاجه يعني بيشعر بالاعراض ما يخافش ان هو هيروح حجر او يقعد 14 يوم، ده لمصلحته، ان هم اكتر ناس هم هيبقوا خايفين عليه وعارفين ايه اللي ممكن يديهوله وايه اللي ممكن يرعوه، حتى في حالات الحرجه بيقدروا يتدخلوا ويتصرفوا. ولكن لو فضل قاعد في وسطكم هيعدي كل اللي حواليه وكله هينتشر، ولازم كل اللي كان قريب ليه او في الدايره اللي بتاعت بيته او معارفه اللي تواصلوا معاه في الفتره دي لازم هم كمان يروحوا يعملوا. انت كده كمان هتخش في قتل نفسي بغير حق، لانك انت النهارده شفت كمان الباطل وسكت عنه، يعني سكوت عن الباطل، وكمان ممكن تساهم في قتل نفسي بغير حق. يعني انا عجبني جدا في مواطن كان في كرداسه، يعني عايز اقول لك طلع اعلن ان هو مصاب، وقال لك هو واسرته واهله كمان عشان يعمل لهم عمليه حجر. وكمان انا انبسطت جدا بان هم زودوا مده العزل 28 يوم، لان هم لقوا فتره ال 14 يوم غير كفايه، فزودوها ل 28 يوم، ده اجراء وقائي حمايه على امن وسلامه وصحه المواطن. فبالتالي يا جماعه انت مش بتبلغ عنه بتضره، لا ده انت بتفيد البلد، بتفيد المواطنين، بتنقذ ارواح، بتنقذه هو، بتنقذ اهله، بتنقذ زوجته. طيب بالمناسبه بقى، في شائعات بتطلع بيقول لك ده انت لو رحت هتقف صف وضرب نار ومش هتلاقي سرير ومفيش وبهدله طب احنا عايزين نعرف الناس يا جماعه، لا الحجر غير كده خالص، الحجر معمول له نظام وفي رعايه ودكاتره مختصين بالموضوع ده ومؤهلين. ما كانش اكتر من 130 حاله تم شفائهم وكل، خلي بال حضرتك، ما احنا عايزين نفهمهم عشان هم ساعات بيخافوا، لو حد بيخافوا يبلغوا وخافوا يروحوا يقول لك ده احنا هنتبهدل. في نقطه ثانيه انا بس عايز اوضحها للساده المشاهدين، ما فيش حاجه اسمها يعني حالات، انا اعرف حالات وفاه لا اتدفنت في المقابر بتاعتهم بس اقتصرت على اسرته، يعني ايه مش هيبقى في دفنه جماعيه، لا الاسره هتدفن، ما حد اصل واحد يقول لك ايه هيدفنوه مش عارف فين من غير ما هياخدوه اي حته ومش عارف. دي اشاعات مالهاش لازمه، دي اشاعات. بالمناسبه انا قلت في قرار صريح بمثابه قانون ان اللي هيطلع شائعات غلط تخص موضوع كورونا تمس الامن القومي للبلاد في عقوبه تم نشرها النهارده ولا امبارح؟ تم اقرارها امبارح. تم اقرارها امبارح سنتين و100 الف جنيه غرامه. فما حدش يفرح بقى ان هو قاعد على الفيسبوك بيهزر ولا يعمل افيه ولا بتاع في موضوع زي ده. بمناسبه الفيسبوك يا فندم، يعني الموضوع ده العالم كله بتحاربه، فما تجيش انت فاهم تهزر ولا تعمل لي بوست هتسجن. ده بجد يا جماعه سجن سنتين و100 الف جنيه غرامه وما فهمش هزار يا فندم. احنا في اكتر من حاله الحرب على فكره، طبعا اكتر من حاله الحرب، حتى حاله الحرب معروفه جدا امتى. خطوره برضو مواقع التواصل الاجتماعي، هو عن اي واحد ممكن يكتب بوست تلاقي كله شيار ثانيه زي النار في العشيم، زي النار في العشيم، يعني ده زي النار في العشيم وهتعاقب عليه. وطبعا انت عارف ان بيتجاب الاي بي، يعني بيتجاب انت مين اللي عمله ومكانك. بغض النظر عن هتعاقب يا جماعه، بلاش هزار في الموضوع ده خالص، الموضوع ده الهزار فيه بحبس. انت بتتكلم على امن وسلامه ملايين من المواطنين، بس في ناس مش مقدره الموضوع واخدينه برضو ايه يعني مستهتره بيه. لو في ناس واخدها هنتكلم ده قله، الحمد لله انهم بقوا قله، بس ايه اللي هو الشباب اللي هو عايز اروح عايز اجي. لا انا مش عارف، في ناس برضو استخدمت السوشيال ميديا ازاي. في دكاتره مثلا عندك زي الدكتور هاني الناظر، الدكتور جمال شعبان وكتير، تمام، بندي الامثله البارزه، لا استغلوا قصه السوشيال ميديا ازاي يوعوا المواطنين، ازاي يوروهم العلاج، ازاي يقول لهم بجد طرق الوقايه منين، ازاي ان هم يبقى امن مطمئن في بيته. فدي كلها اجراءات مهمه جدا علشان خاطر المواطن المصري يقدر من الاخر، يعني نقدر نقول خيره علاج للمواطن المصري انه يفضل في بيته طالما ما فيش حاجه مهمه ولا حيويه تنزله ان هو يعملها. وطبعا الدوله بقدر الامكان حاولت تقلل من التجمعات، وخلي بالكم ان احنا كل ما قربنا من مرحله الخطر هيزيد عدد ساعات حظر التجوال، ده لصالح امن واستقرار المواطن وصحته وحياته، مش زي ما بنسمع عشان خاطر يعني في ناس للاسف تقول لك اصل احنا شبه دوله مش عارفين. الكلام ده كله كلام يعني غير مجدي وكلام ينم عن انهم زيهم زي قوى الشر وزي جماعه الاخرين. طيب استاذ زكي محمود معانا مداخله، معانا اللواء ممدوح مقلد وكيل لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، تحيه لسعادتك وللساده المشاهدين. ازاي معاليك، شرفتنا في برنامجنا امرك يهمنا،
و انا كنت عايز اعرف ايه راي حضرتك برضو في الاجراءات الاحترازيه والوقائيه اللي خدتها الحكومه لمواجهه فيروس كورونا طبعا، ويعني عشان يوصلوا للناس مدى خطورته ومدى يعني سهوله انتشاره يعني، وبيحاولوا يحاصروه ازاي، عشان كده بيحاولوا يقولوا الناس الزم بيتك. فعايز اعرف ايه راي حضرتك في الاجراءات الوقائيه اللي خدتها الحكومه. هو في الاول بدايه احنا الاداء الحكومي في اداره الازمه الخاصه بمنع انتشار وباء الكورونا اداء ترفع له القبعه. لماذا؟ لانه اداء اجادت الدوله فيه بكل السبل في احتواء هذه الازمه. اولا القصه حظر التجوال اللي بيدعيها ان ده نوع من انواع التعدي على الحريات العامه، لا، حريه الفرد بتبدا من حيث تنتهي حريه الاخرين. مزبوط. افعل ما شئت بشرط انك الا تتجاوز التعدي على حدود الاخر. ده ايه؟ ده مبدا قانوني ومبدا شرعي. انت النهارده بنقول لك اقعد في بيتك لا بتلتزم، وما اكثر البلاد اللي في دول اوروبا اللي خلت الامور بشيء من عفويه او عدم الاهتمام او عدم الاكتراث او لم تضع الامور في نصابها الصحيح. تمام، الامور البلاد دي كلها اللي احنا بنشوفها النهارده رغم انها بلاد قويه وعاتيه، الا انها النهارده احنا بنشوف النهارده الوفيات فيها بتصل فيها الى مرحله ال 1000 1000 متوفي في لندن. يعني احنا طب يعني طب ايه راي معاليك ايه راي معاليك يا فندم في الوعي للشعب فيه، وعايز توجه رساله للي هو مستهتر بالموضوع وبيكسر ميعاد الحظر وممكن يتعرض لمساءله قانونيه؟ يعني انا عايز حضرتك تقول لي ده ولده رساله. هو انا عايز اقول لسعادتك على حاجه باختصار شديد، الحظر احنا الدوله لم تلجا اليه الا لما شافت ان الناس لم تكترس بالامور. والله يا فندم انا من اوائل الناس اللي طلبت بالحظر. احنا برضو كان ومعالي الوزير اسامه بيه هيكل برضو كان قال من ضمن الافتراضات اللي ممكن تحصل الحظر، وقد كان في الفعل قبل ما طلع قرار الحظر كان في استطلاع اراء للعديد من الشخصيات العامه ومن اغلب نواب مجلس اعضاء مجلس النواب. ومعاليك كنت منهم. خدوا رايي وانا ايدت تماما هذا الكلام. ليه؟ لانه انت النهارده بنقول لابد انك تحترم نفسك، ان ما كنتش انت يعني مستهتر بحالك فلا تستهتر بحقوق الاخرين. طيب من الناحيه الثانيه هو اصلا تمام. كنت سامع حضراتكم تتكلموا في موضوع الامور القانونيه، هو لما عرضه السيد الدكتور مصطفى مدبولي هو الحقيقه اللي هو مخالفة الحظر لها عقوبات منصوص عليها في قانون العقوبات، وده مخالفة الحظر صادرة من سنة 1956، القانون أساسا بدأ في 56. صحيح كل شوية بيتجدد، لكن العقوبة اللي وصل ل 4000 جنيه دي حقيقة، الحبس 6 أشهر دي حقيقة، واجب إن إحنا لا نستهين بهذا الأمر لأنها بالفعل هتطبق هذه الإجراءات، واحنا بنناشد كل المسؤولين على تطبيق القانون بتاع حظر التجوال. اي خروقات ليه طبق عليها القانون وبكل قوه. ده احنا النهارده بنقول احنا ان شاء الله معانا. طيب الفرصه ربنا يكرمنا لو ربنا يعني شاء ان شاء الله والعمليه. يعني انا شفت يا فندم من خلال صفحتك ان حضرتك بتحاول توعي اهالي دايرتك، يعني انا معلش انا من المتابعين لصفحه معاليك وبعض النواب طبعا اللي بفتخر ان انا بتابع صفحاتهم، فعايز اعرف دور كل نائب في دايرته في توعيه المواطنين بتوع دايرته ايه؟ ممكن يقدم يعمل ايه او ممكن يقدم ايه او يساعدهم ازاي او يخليهم يقدموا مساعدات لبعض اللي ماديا او معنويا او طبيا؟ هو الاجراءات الاحترازيه اللي اتخذتها الدوله من حظر التجوال والتضييق اللي هو التضييق الاختلاط عدم الاختلاط الاجتماعي بين المواطنين، وده بي له اثار سلبيه. طب معليك تداعيات سلبيه معليك هنقف لحظه عند الحظر بس هنقف لحظه عند الحظر. معليك الحظر من الساعه 7 بقيت اليوم الناس بتتحرك عادي. طب ما دي كارثه. احنا برضو احنا ان كان نفسنا يعني انا واحد عن نفسي شخصيا كنت اتمنى ان الحظر يمتد الى باقي اليوم بكامله. ليه؟ انا بناشد الاجهزه لو شايفين ان ده في مصلحه الدوله يا ريت يعني تاخدوا اراء النواب وتعملوه. لو احنا دلوقتي لكن بس هو في حاجه عايزين نقولها برضه، هو حتى هذه اللحظه معدلات السيطره او انتشار الوباء محدود جدا جدا في مصر تكون معدومه الحمد لله. ودي الحمد لله احنا عشان كده احنا بنقول
الاداء الحكومي فيها ترفع له القبعه. لو الامر زاد عندنا احنا الانتشار، انا اول المؤيدين الى منع الاختلاط تماما، يفرض حظر تجوال طوال اليوم، لان ده موضوع مش سهل، مش تهريج. طيب نقطه ثانيه بقى، بما ان حضرتك كنت قبل بارواحنا، هل مقامر بارواحنا؟ طب استفيد بقى من خبره حضرتك في حته، بما ان حضرتك كنت مساعد وزير الداخليه قبل كده، يعني عندك خبره في موضوع وزاره الداخليه والاجراءات اللي بتاخدها، ايه رايك في الجديد اللي حصل ان الحظر الشرطه بس هي اللي قائمه بيه؟ يعني هل حضرتك مر عليك ان في حظر اتعمل قبل كده على مر الزمن ده اللي فات ده كله، الشرطه بس هي اللي تعمل الحظر من غير جيش؟ احنا الفتره السابقه من اول ما اتخرجت انا سنه 76، يمكن ولا سنه 72 كانت قامت حرب 73 كان فيها حظر تجوال، لكن من اول ما اتخرجت سنه 76 لحد النهارده يمكن ما تعرضناش الى فرض حظر تجوال على معناها الحقيقي الا خلال فتره الثوره اللي عملها مرسي، وده كان يعني وقتها كانت له يعني ظروف خاصه، غمة وانزاحت يا فندم، غمة وانزاحت يا فندم. وكانت في الاسماعيليه وبورسعيد اقاموا بعض المباريات تحدي للدوله، دي كانت لها ظروف الخاصه في وقتها. لكن اللي احنا بنتكلم فيه حاليا هو اول مره نحتاج بالفعل الى مبررات قائمه وحقيقيه لفرض حظر التجوال، وان احنا الدوله بتلتزم به. تجارب مصر في حظر التجوال السابقه قليله، لكن اداء الدور الشرطي فيها اكتفاء بالقيام بالدور المنوط بمجلس الدوله بالدور يعني الشرطي لوحده، ده وان دل يعني ده يا فندم، وان دل بيدل على ثقه الشعب في الشرطه، ثقه الشعب في الشرطه وثقه الدوله في الشرطه، وهو ده اللي المفروض ان يكون، وده اللي احنا كنا الحمد لله بنتمنى نوصل له. اي نعم احنا ما كناش نتمنى نوصل له بفيروس، كنا نتمنى يبان من غير فيروس، بس اهو الفيروس باين الحمد لله، ثقه الشعب في شرطته الحمد لله اللي ما كانش موجود قبل كده. سياده اللواء عندي استفسار بسيط، ممكن بعد اذن حضرتك استاذ حضرتك بس استاذ محمود الضيف يسال حضرتك سؤال تحت امرك بعد اذن حضرتك. دلوقتي في مشكله بالنسبه للعائدين من الخارج، عمليه الحصر بتتم ازاي؟ رقم واحد. رقم اثنين، الهجرة غير الشرعية، في بعض الحالات اللي بتيجي عن طريق الهجرة غير الشرعية وللأسف بيبقوا برضو بيمروا للداخل المصري، صحيح هي قلة لكن برضو قنبلة موقوتة، دي استحالة حصرها، استحالة حصر. هل بقى في حلول من خلالكم في البرلمان أو في حاجات تم طرحها من هذا القبيل؟ لا، هو هي الحاجات دي كلها، احنا وقت احنا كنا واخدين أجازة من 8 من 9 اللي فات، 9 شهر أبريل، وكان المفروض ان انعقاد الجلسه الحاليه كان هتبدأ من يوم 29 لكن اتاجلت ليوم 12، واعتقد برضه ان يوم 12 4 برضه اعتقد ده هيكون ميعاد مبدئي، ممكن 12/5 يا فندم، 12/5 ولا 12/4؟ 12/4 12/4 12 الشهر اللي جاي تاجيل الجلسات، واعتقد ان 12/4 ده برضه من الممكن جدا انها تمتد الى ما هو اكثر من هذا. سياده اللواء اخر حاجه نساله بس عشان ما نطولش عليه عشان وقت البرنامج استاذنك، رساله للناس اللي برضه واخده الموضوع باستهتار وفاكره ان الموضوع كده برد وخلاص، يعني لا، الموضوع لازم يؤخذ بمعناه الحقيقي، الامور في غايه في الخطوره، واحنا خير دليل وخير شاهد اللي احنا بنراه النهارده في دول اوروبا اللي اخذت الامور بشيء من الاستهتار. النهارده دوله زي ايطاليا، زي اسبانيا، زي المانيا، الدول دي دول كبيره مش دول صغيره، طبعا واللي طبعا امكانيات رهيبه، امكانيات رهيبه اللي بيحصل فيها النهارده خير دليل وخير شاهد ان الامور اللي يجب الا ناخذها بعفويه، بالعكس يجب ان توضع في مقاسها الصحيح وفي معيارها الصحيح. الامور ليست بالهينه، ومصر بحالتها الاقتصاديه وحالتها الماليه لو تفشى فيها المرض من الصعوبة بمكان انه يتم السيطرة عليه، ولذلك يجب على الجميع، يجب على الجميع ان يلتزم. يا جماعة دي رسالة، دي رسالة، دي رسالة، بقول رسالة لا مانع من معالي النائب ممدوح مالد وكيل لجنة الدفاع والامن القومي مجلس النواب للناس اللي بتستهتر، يا جماعة خدوا الموضوع بجد، دي رسالة من معالي النائب، فيعني لو سمحت تلتزموا بيها. ولو استدعى الامر الى فرض حظر تجوال طوال اليوم أنا لا أمانع في هذا، أتمنى وأعتقد من وجهة نظري البسيطة، يعني أنا أتمنى إن ده يحصل وأعتقد من وجهة نظري البسيطة إن ده هيساعد في السيطرة أسرع. معلش بس برضه يعني الدولة بتاخدها بشيء من تحقيق الموائمة ما بين، هي بترجع لحسابات تانية خالص. تمام سعادتك، متشكر جدا مع النائب وشرفتنا، ونتمنى نتواصل معاك دايما يا رب. ورجعنا لكم مع بعض، أستاذ محمود كان معالي النائب
ممدوح مقلت اوجه رساله للشعب المصري بعدم الاستهتار طبعا. وان ياخدوا الموضوع بجديه وادى مثال بالدول الاوروبيه سواء ايطاليا او اسبانيا او امريكا واحنا كنا بنتكلم حتى رهيبة. نيويورك انت بتتكلم النهارده نيويورك من اعظم المدن على مستوى العالم بيتم تقفيلها بشكل كامل فاحنا عايزين الناس يعني يا ريت يا جماعه تلتزموا برساله معالي النائب ضروري جدا اهو وكل نائب في دايرته يا جماعه كل نائب في دايرته من واجب عليه ان هو يوعي ان هو لو يقدر يساعد يشوف رجال اعمال دايرته اللي مع يعني اللي معهوش يدي للي معاه يا جماعه نعدي هنموت يعني احنا هنموت وهنسيب كل حاجه طب اللي معانا يعني هي كده هي ربنا خلقنا عشان نكمل بعض مش عشان ندوس على بعض بس فهو ازمه هنساعد بعض هنعدي منها هنيجي على بعض هنموت كلنا بمناسبه الحضره سياده المستشار انا طبعا طالما احنا دخلنا في العشر تام الحاسمه مفيش مانع ان انا اطبق الحق خاصه قصه المترو يعني موضوع المترو ما زال مزدحم جدا المواصلات المواصلات طبعا الميكروباصات انا كمان بتمنى يا جماعه بتوع الاتوبيسات ما في حلول طالما بقى حاضر الشيخ ما يحصلش اي تلامس لا سيبك من كده حضرتك في حاجه اسمها كراسي ما حملش بقى فوق الحموله لا لا هم بيوقفوا بيوقفوا طبعا ده كله طبعا بيبقى فيه زحمه للاسف يا ريت يبقى فيه التزام من النقل احنا شعب طيب بفطرتنا وشعب بنحب يعني انا اتمنى لو الحظر هيكمل انا عندي مقترح الجيش عنده مجموعه من الاتوبيسات ويعني لو شاف ان الامر هيقتضي هينزلهم اكيد هو دي اكيد طبعا أكيد يعني البديله كلها موجوده عندهم قصه النقل العام برضو كل واحد يلتزم بمقاعد الاتوبيس او مقاعد هي بتبقى حساب ليها حسابات يعني انا بتكلم علينا احنا بتكلم على دور انا بقى حسابات احتياجيه بتكلم على دور السواق هنا بقى دور السواق في النقل العام ودور المواطن اللي يشوف حد بيحمل فوق الحموله يقول له لا ويروح يشتكي لان في ارقام شكاوي في طرق وقايه مش قصه ان انا زي كل مره طيب. انا في ظروف استثنائيه هناخد الحاج محمود فت شرفتنا فلاحين البحيره بقى الفلاح الجميل الاصيل العظيم شرفتنا ونورتنا يا حاج محمود بجد يعني برنامج امرك يهمنا منور بوجود حضرتك تسلم يا فندم مساء الخير عليك وعلى مساء. كل شعب مصر العظيم وعلى الاستاذ المحترم محمود كمال يعني انا بحييك يا حاج محمود انا بس استثنيت كده في 30 ثانيه يعني يا ريت الناس كلها تقوم بدور الحاج محمود في البحيره ما احنا نعرفهم الاول بحاج محمود بعد كده انت عايزه يعني الحاج محمود بيقوم بدور مهم جدا في البحيره والتوعيه وانت بقى تشرح لنا الدور يا حاج محمود ممكن حضرتك تشرح لنا دور الدور اللي انت قائم بيه كفلاح مصري كفلاح مصري احنا عارفين طبعا احنا مش هنتكلم على التايتل بتاع البلد ان احنا عارفين ان انت تعد العمده بتاع البحيره لكن احنا بنتكلم على دورك انت بتعمل ايه مع اهل دايرتك في التوعيه بتاعتهم بما ان حضرتك راجل مثقف وفي نفس الوقت فلاح مصري اصيل اولا مصر تستاهل ان احنا نشيلوها في عينينا ونحطها في عينينا طبعا معانا راجل عظيم صاحب قرار جريء الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي عنده المواطن المصري اهم عنده من نور عينيه وثبت ده بالفعل على ارض الواقع طبعا سياده الرئيس وجه برصد 150 مليار جنيه لشراء الاقماح من الفلاحين علشان رغيف الخبز ايوه يا ريت تعرف الناس يا ريت تعرف الناس الشق بتاع الزراعه والفلاحين الرئيس بيعمل فيه ايه ان برضو فيه يعني طبعا انت حضرتك عارف اساس مصر الزراعه فيعني توضح للناس دور الدوله بتعمل ايه والاجهزه بتعمل ايه لدعم الزراعه ودعم الفلاح المصري طبعا والاول مره يعلن قبل المحصول والحصاد ان ارداب بالقمح وصل 700 جنيه في ظل الازمه دي والمعاناه يعني احنا عند رصدنا دلوقتي 150 مليار جنيه لشراء 400 4 مليون ارداب قمح للاكتفاء الذاتي في رغيف العيش نرجع للحته الاهم حضرتك بتعمل ايه مع اهل بلدك في التوعيه بما انك حضرتك راجل مثقف وراجل يعني ذو شان برضو في بلدك وفي الدوله يعني بتعمل ايه بالتوعيه بتاعتك يعني بتوعيهم ازاي والله احنا 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 الحمد لله شباب مصر الواعي متواصل معانا على طول حملات تعقيم وتنظيف ونظافه للشوارع وتعقيم للبيوت وبالجهود الذاتيه لاننا مقدرين دور الدوله ولازما المشاركه المجتمعيه الله عليك الله عليك يا حاج بالجهود الذاتيه يا جماعه بالجهود الذاتيه والله هنعدي الازمه يعني ايوه يا فندم اللي استخسر في بلده ما يستحمل ما, 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 ما ينفعش يحمل جنسيته حقيقي بلدنا اللي حضنتنا دي وعلمتنا وخلتنا رجال احنا ما نستخسروش فيها بنكسبوا منها من امتى يعني مش هنستحملوها شهرين ثلاثه لما نعدوا من الازمه والله لو تكاتفنا يا حاج هتبقى اقل من المده دي بكتير كمان ايد بايد بكره هيبقى احلى اكيد يا حاج محمود طبعا
ماشي، انا بشكر حضرتك جدا يا حاج محمود، وشكرا على مداخلتك الجميله دي، وبرجع للساده المشاهدين، وانا احنا النهارده طبعا كانت الموضوع بتاع الحلقه معركه الوعي، ان هي فعلا اهم حاجه ممكن نقدر نتكلم فيها او نقدمها للمشاهد في الفتره اللي احنا فيها دي. يا جماعه انا مبسوط جدا من اللي انتم بتعملوه، والهزار والكلام والرقص اللي انتم عمالين تقضوه في البيت، والتعليقات والطبيخ والشباب اللي بقت، والناس اللي بتنزل تطهر. لا حلو الجو ده، حاولوا تتاقلموا وتتبسطوا باي ابسط الامور معاكم لغايه ما نعدي الازمه دي، واحنا يعني زي ما بنقول يا فندم رب ضرات النافعه ان هي جمعنا من جديد بقى والله جمعتنا. اه فعلا كاسره جمعتنا قعدتنا مع بعض في البيت، ما حدش بيروح في حته، وبقينا نشوف بعض فاهم يعني. الحمد لله والله رب ضرات النافعه، وان شاء الله مصر وخير. وحل يا سياده المستشار، الزم بيتك لو ما كانش فيه حاجه. انا عايز اشكر برضو بصراحه الدكتور حاتم نعمان على الدور الايجابي اللي هو عمله في منطقه زايد، ان هو فعلا نزل بنفسه ووزع ماسكات ووزع وقعد يوعي الناس وعمل لهم مشروعات، وكمان الفيديوهات اليوميه، فيديوهات اليوميه على مركز الدكتور حاتم نعمان، الفيديوهات اليوميه طبعا متابعينه كتير جدا. انا فعلا بشكرك يا دكتور حاتم ان انا شفت حاجه ايجابيه ما ينفعش اسكت عليها، زي لو في شفت حاجه سلبيه برده مش هسكت عليها. دكتور حاتم بام دور طبعا، والدكتور جمال شعبان، والدكتور هاني النظر اصلا زي يوم يعني كل الدكاتره. فاحنا يا جماعه دلوقتي احنا بنتكلم في الجيش الابيض، لا يعني لنكون لنموت، لنكون لنكون لنموت، مش لنكون حياة أو موت. لنكونش حياة أو موت، حياة أو موت يعني الطبيعة أو عدم وجود. كنا زمان لا أكون أو لا أكون، دلوقتي لا أكون أو عدم وجود. لا ده وجود كمان بشكل جماعي، مجهود ذاتي تمام، هي بالمجهودات الذاتية، هي بحب بعض، هي بجد يعني نقف جنب الدولة، الدولة مش تعمل كل حاجة لوحدها، دور المواطن كبير. بشكر المواطنين جدا على ثقتهم في شرطتهم، وان هم بيحترموا القانون، وان هم فعلا بيحاولوا يساعدوا الشرطة بان هم ينزلوا عقاموا الشوارع والبيوت والكلام ده، فعلا دور ايجابي جدا. احنا عارفين طبعا الشباب هم ثروة المجتمع اللي احنا اللي الرئيس بيهتم بيها جدا، ان عارف ان نهضة مصر ان شاء الله اللي جاية هتبقى بسبب الشباب، واحنا شفنا المراكز القيادية اللي الشباب تقلدتها، فطبعا ده حاجة عظيمة وحاجة جديدة على مصر وحاجة تبشر بالخير يعني. وبإذن الله الوعي اللي احنا وصلنا له في المرحلة الأخيرة من بداية تعديل الدستور، ان فعلا الناس كلها تنزل، لا الناس شايفة بجد على أرض الواقع ايه اللي بيحصل، الإنجازات. يا جماعة أرجوكم الإعلاميين الأفاضل، الإنجازات ما نقعدش نتكلم في المواضيع الحاجات العادية والمواضيع الشخصية والمواضيع الإحباط بقى، بتدعو للإحباط، عايزين أمل، عايزين طاقة أمل بقى، عايزين طاقة أمل، عايزين نبين لهم الإنجازات. إحنا الإعلام هو اللي بيبين الإنجازات للمواطن، هو يعني اللي بيوصل كل حاجة للمواطن، لو ما وصلش المواطن مش عارف حاجة يعني، لو أي مشروع على مين مش عارف إيه اللي حصل فيه، إيه اللي اتطور فيه، وصلنا لإيه. طب ما الكلام ده مش هيتعرف، مدخل الهرم الجديد اللي بيتعمل، طب ما حد يصوره ويعرضه، يعني كلنا نعرض الانجازات اللي بتحصل على ارض الواقع. واحنا فعلا بنشكر القياده السياديه، وبشكر الاستاذ محمود كمال، بجد شرفتني. شكرا جزيلا. انا جميلة جدا يعني، اخر حاجه ثقف الدوله، ثقف مؤسستها، بلاش اشاعات، بلاش يعني اشاعات، ابرزوا الايجابيات وفرصه. بشكر ونشكر المشاهدين، وتصبحوا على خير، ونشوفكم على خير الحلقه القادمه ان شاء الله.